السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصحاب، ومرحب بالمشاركين الجدد. كان في غوريلا عايشة هي وولادها الاتنين في الغابة، والغوريلا زي ما انتم عارفين يا أولاد طولها بيوصل لمتر وثمانين سنتي، يعني طول البني آدم تقريبا، ووزنها بيوصل لمتين وسبعين كيلو، ودراعها بيوصل لطول مترين وستين سنتي، وبتعيش لمدة أربعين سنة وقوية جدا. كانت متعودة انها لما تمشي ولادها يمشوا معاها وما تسيبهمش لوحدهم خالص، عشان كانت بتخاف عليهم من الحيوانات المفترسة اللي في الغابة. لحد ما في يوم ولادها قالوا لها: يا ماما عايزين نروح نلعب، يا ماما احنا زهقانين قوي وعايزين نروح نجري ونلعب في الغابة. قامت الغوريلا قالت لهم: بس انا خايفة عليكم يا ولادي، انتم لسه صغيرين، اخاف عليكم لحسن حيوان مفترس يهجم عليكم وياكلكم. استنوا شوية لما تكبروا وتقدروا تدافعوا عن نفسكم، وبعدين روحوا زي ما انتم عايزين. ما تخافيش علينا يا ماما، احنا هنعرف نحمي نفسنا لوحد حد هجم علينا، ومحدش هيقدر يهجم علينا عشان عارفين ان احنا ولادك وانت قوية وممكن تضربيه. طيب خلاص روحوا العبوا، بس ما تبعدوش وما تروحوش عند البحيرة عشان التمساح الكبير اللي موجود فيها. حاضر يا ماما، مش هنبعد ومش هنروح عند البحيرة. وفي الوقت دوت كان التمساح: انا جعان ومش عارف اعمل ايه، بقالي اربع ايام ما كلتش، مفيش حيوان عايز يقرب من البحيرة، انا خلصت السمك كله اللي موجود في البحيرة، مفيش اي سمكة موجودة ولا حتى صغيرة، والحيوانات كلها بطلت تيجي تشرب من هنا عشان خايفة مني. طب انا هعمل ايه دلوقتي، انا جعان قوي، اروح ادور هنا مفيش حاجة، طب اروح الناحية التانية برضو مفيش حاجة، طيب اعمل ايه اعمل ايه، انا جعان قوي، انا قربت اموت. يلا يا اخويا يلا نجري شوية ونلعب، بس ماما قالت لنا ما تروحوش بعيد، انت مش عايز تلعب وتتفسح، يلا نلعب ونتفسح بقى، سيبك من كلام ماما، تعال نروح عند البحيرة ونشوف التمساح الكبير ونتفرج عليه، ده شكله حلو قوي، بس ده ممكن يهجم علينا زي ما ماما قالت. ما تخافش يا خواف، يلا بينا نلعب ونتفسح، نروح نتفرج عليه، وكمان عشان نشرب عشان انا عطشان قوي. شفت تمساح يا اخويا كبير ازاي؟ ده بيبرق لنا قوي، بيبرق لنا كده ليه؟ اوعى يكون عايز يهجم علينا. ايه ده بيهجم علينا، اوعى يا اخويا خد بالك، تعالى تعالى هنا يا صغير، تعالى يا ابو لحم جميل يا لذيذ، انت تعالى اكلك واشبع بيك، انا جعان قوي وما صدقت لقيتك. لا سيبني يا تمساح يا وحش، هخلي ماما تضربك، اوعى ما تجريش ورايا، اوعى سيبني خليني امشي، يلا يا اخويا امشي بسرعه، الحق ده هياكلك وهياكلني انا كمان، الحق نفسك يلا بسرعه. تعالى هنا انا هبلعك، انا بحبك قوي، انت لحمك لذيذ قوي. يا سلام على لحمك اللذيذ، انت لحمك جميل قوي، يا انا هشبعت كده وممكن اقعد كتير من غير اكل. يا ماما الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما. في ايه يا ابني وفين اخوك، مالك خايف كده ليه، خايف من ايه؟ اخويا يا ماما، اخويا يا ماما. ماله يا ابني، ماله يا حبيبي، انت خايف ومش عارف تتكلم ولا ايه؟ تقول ما تخافش، انا خرجنا انا واخويا زي ما قلنا لك يا ماما، وكنا فرحانين وعمالين نجري في الغابة،
وكنا عمالين نسابق بعض، وبعدين رحنا عند البحيرة عشان كنا عطشانين وعايزين نشرب. هجم علينا التمساح اللي في البحيرة وقعدنا ندعو فيه، لكنه كان جامد قوي. وبعدين جريت بسرعة يا ماما، وانا بعيد لقيت التمساح هجم على اخويا، ومعرفتش اعمل حاجة يا ماما، معرفتش ارجع له عشان كنت خايف. ايه التمساح في البحيرة هجم على اخوك؟ ايه، انا هروح له واوريه ازاي ياكل ابني. اطلع لي يا تمساح من البحيرة، انت بتاكل ابني، تعالى هنا، خد تعالى، انا هخلص عليك، انا هموتك، تاكل ابني، انا هوريك، تعالى خد دي، وكمان دي، عايزة تموتيني، انا اللي هموتك، تعالي هنا، انا هاكلك انت كمان زي ما اكلت ابنك، انت هتموتني، انا هوريك. كفاية كده، انا بموت، كفاية، انا المفروض كنت موتك من زمان. ماما الحمد لله يا ماما، انت انقذتيني، انا خرجت من بطن التمساح اللي بلعني، الحمد لله يا ماما. الحمد لله يا ابني انك خرجت بالسلامة، وكمان خلصنا من التمساح الوحش اللي بياكل الحيوانات. خلصت حكايتنا النهاردة يا اصحاب، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء يا أصدقاء، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.